ها هنا يتوجب إخلاص النيات، تصحيح المقاصد، النظر بعمق إلى شرف هذه الرسالة، وأننا قوم حبان الله بسكن الحرمين وجوار هاتين البقعتين، وأن نكون في مقام هذا الشرف والتشريف متحملين لأمانة التكليف، وقد وجدنا فرصا وظيفية تهيئ لنا الدور المناط. فالله الله أن تبذل الجهود وألا نكل ولا نمل. الموسم قد يعتريه كثير من الضغط والزحام في العادة لكثرة الحجيج في كل موسم، كما هو المعتاد في سنوات مضت ولا تزال بإذن الله سبحانه وتعالى. فألا تضيق صدورنا ولا أخلاقنا ولا أوقاتنا أو جهودنا عن بذل المطلوب وفوق ما هو مطلوب، فإنما نتعامل مع رب كريم في موسم عظيم وفي رحاب بيته الحرام وفي أرجاء مسجد نبيه ومدينة حبيبه عليه الصلاة والسلام. تخلص النيات لتكون الرسالة التي تؤدى حباً وشرفا بالخدمة وابتسامة مشرقة وإعانة لمسلم وسعيا في قضاء حاجته وتيسير أمره.